أهلا بكم في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل التفاصيل إليكم أبرز عناوينها. القضاء الفرنسي يصدر حكمه النهائي بعدم تسليم الدكتور مراد دهينة للنظام الجزائري. بوتفليقة يشتري 16 صفحة إشهارية في جريدة لوموند من المال العام فخرا بإنجازاته المزعومة. تقرير لمكتب محاسبة الإنفاق الحكومي المعروف بيغاو يكشف عن وجود مكتب لقيادة أفريكوم الأمريكية على الأراضي الجزائرية. الصحافة المرتزقة في الجزائر تواصل ترويجها للإشاعات لتشويه المعارضين للنظام. اعتقال العشرات من البطالين خلال وقفة احتجاجية بالعاصمة اليوم. اضطر القضاء الفرنسي عشية يوم أمس الأربعاء إلى إصدار حكمه برفض تسليم الدكتور مراد دهينة للنظام الجزائري، وهذا بعد قرابة 6 أشهر من اعتقاله بسجن لاسانتي بباريس الذي غادره عشية يوم أمس. ويأتي هذا الحكم بعدما تبين للقضاء الفرنسي وبعد جلسات ماراطونية ومعركة إجرائية بأن ملف طلب التسليم الذي قدمه النظام الجزائري لا يستند لأي دليل ضد الدكتور مراد دهينة لكي يدفع بالقضاء الفرنسي إلى تسليمه للنظام الجزائري، الذي ظل خلال 6 أشهر الماضية يتلكأ في تزويد القضاء الفرنسي بالوثائق والملفات التي كان يطلبها هذا الأخير، والتي تبين في نهاية المطاف أنها تفتقد لأي مصداقية ولا تستند حيثيتها لا على توصيف للوقائع ولا على تحديد لمكان وزمان هذه التهم المزعومة، التي أجمع كلا من النائب العام والقاضية المكلفة بالنظر في هذه القضية بأنها لا ترقى للاستجابة لطلب التسليم الذي قدمه النظام الجزائري. وقد كان القضاء الفرنسي قد رفض طلبات الإفراج المؤقت التي قدمها دفاع الدكتور مراد دهينة أكثر من مرة، رغم أن القانون الفرنسي يمنح هذا الحق له بضمان محل إقامته أو عمله، الأمر الذي دفع حينها بالعديد من المتتبعين لهذه القضية إلى اعتبار أن إجراء توقيف الدكتور مراد دهينة من طرف السلطات الفرنسية كان بقرار سياسي صرف. اختار بوتفليقة مع 7 من وزرائه عشية 50 الاستقلال جريدة لوموند الفرنسية عبر شرائه بالمال العام لملحق إشهاري من 16 صفحة في هذه الجريدة، لكي يسرد ويعدد هو ووزراؤه فيها إنجازاته التي يزعمها منذ اعتلائه لكرسي الحكم في الجزائر سنة 1999 إلى يومنا هذا، حيث أوقف هذا الأخير خلال حديثه عقارب الزمن وحصر مسار التنمية في الجزائر في فترة حكمه فقط. هذه التنمية التي قال بأنها قد عرفت منحا تصاعديا منذ سنة 2000 ووصلت نسبتها إلى 5% خارج قطاع المحروقات، كما أن نسبة البطالة قد تراجعت حسبه إلى 10% منذ العام 2010، كما تحدث بوتفليقة وبفخر عن ما سماه بعودة السلم الذي مكن كما قال من إرساء إصلاحات جوهرية ساهمت في تعميق المسار الديمقراطي في الجزائر. فهل يصدق الرئيس إذن ويكذب البطالون الذين ينتفضون يوميا في المدن الجزائرية للمطالبة بفرص عمل والحراق الذين يموتون في البحار غرقا أو الشباب الذي ينتحر حرقا بسبب الظروف الاجتماعية، ناهيك عن صرخات أهالي الآلاف من المفقودين الذين يطالبون بكشف مصير ذويهم الذين فقدوا منذ 15 سنة، بالإضافة إلى آلاف المنفيين والمفصولين من مناصب عملهم والمسلوبين من حقوقهم المدنية والسياسية، يضاف إلى هذا عمليات القمع المنظمة التي تتعرض لها النقابات المستقلة والملاحقات القضائية والبوليسية التي تستهدف نشطاء حقوق الإنسان. هذا وقد أحدث نشر هذه المقابلة التي أجراها بوتفليقة رفقة 7 وزراء من حكومته على صفحات الملحق الإشهاري لجريدة لوموند الفرنسية ردة فعل غاضبة في أوساط صحفي هذه الجريدة، حيث اعتبر هؤلاء الأمر مخالفا لشرف المهنة والاستقلالية الجريدة، وهذا عبر بيان أصدرته جمعية المحررين في جريدة لوموند التي احتجت بشدة على نشر هذا الحوار عبر هذا الملحق الإشهاري، معتبرة أنه يهدد بشكل خطير مصداقية الجريدة وعمل المحررين فيها، خاصة أن هذا الملحق الإشهاري لم يقم بإعداده صحفي هذه الجريدة وإنما وكالة إشهارية فرنسية بطلب من النظام الجزائري وبتمويل كامل من هذا الأخير. ولم يقتصر الغضب على صحفي لوموند فقط، بل امتد إلى الشارع الجزائري الذي امتعض من اختيار بوتفليقة لجريدة فرنسية لإجراء مثل هذا الحوار في الذكرى 50 لاستقلال من الاستعمار الفرنسي، الذي تجنب بوتفليقة خلال هذه المقابلة الإشارة ولو ضمنيا لمطلب الاعتذار والاعتراف بالجرائم الاستعمارية الذي تطالب به الجزائر فرنسا منذ الاستقلال. في تقرير له تحت رقم 0981 والمؤرخ في فبراير 2009، كشف مكتب محاسبة الإنفاق الحكومي المعروف بيغاو عن رغبة قيادة أفريكوم الأمريكية بإنشاء مكاتب جديدة عبر 11 بلدا إفريقيا
منها على سبيل المثال أنغولا الكاميرون وتشاد وموريتانيا ومالي والنيجر، هذا وتضاف هذه البلدان إلى 12 بلدا تتمركز بها مكاتب وقواعد أفريكوم حاليا. من بين هذه الدول توجد الجزائر التي أعلن في شأنها التقرير عن وجود مكتب لأفريكوم الأمريكية على أراضيها منذ العام 2008. ويأتي هذا التقرير بالإضافة إلى تقارير أمنية أخرى من بينها تلك التي تشير إلى فتح مكاتب لمخابرات دول أجنبية على الأراضي الجزائرية كالأف بي آي مثلا، لتضع مجددا النظام الجزائري في دوائر الاتهام بانتهاكه لسيادة الدولة وفتحه لأجوائها وأراضيها أمام الأجهزة الأمنية لدول أجنبية، مهددا بذلك حسب المراقبين سلامة الوطن ووحدة أراضيه. تواصل الأقلام المرتزقة والمأجورة في الصحافة المخابراتية في الجزائر ترويج الإشاعات والأكاذيب الهادفة إلى تشويه النشطاء والمعارضين السياسيين للنظام الجزائري، حيث أوردت في هذا الصدد صحيفة ليبرتي الناطقة بالفرنسية في صفحة رادار التي تكرسها الجريدة المذكورة لأهم أخبارها بأن حركة رشاد تسعى وتخطط من أجل إثارة التمرد والفوضى في الجزائر، مستندة في ذلك إلى ما لفقته جريدة نوميديا نيوز الإلكترونية التي تديرها عناصر من المخابرات الجزائرية ويشرف على واجهتها الكاتب سامي الرياض المختص في كتابة المواضيع الأمنية في عدد من الصحف الجزائرية والمعروف بلقاءاته الصحفية مع أمراء الجماعات المسلحة من داخل الزنازين وبأمر من المخابرات. وحقيقة الأمر في هذا الخبر الذي وصفته نوميديا نيوز بالحصري ونقلته ليبرتي ليس إلا تسجيلا صوتيا لاجتماع علني نظمته مجموعة من شباب 8 ماي 1945، ودعت إليه السيد محمد العربي زيتوت للحديث عن الخطوات العملية التي يجب اتباعها على الأرض من أجل إنجاح مساعي تغيير النظام الجزائري بطرق لا عنفية وحضارية تعتمد على التوثيق ووسائل الإعلام الحديثة. وقد تم نشر هذا التسجيل في حينه على موقع اليوتيوب منذ شهر أفريل 2011، وهو متاح لكل من أراد الاطلاع عليه كاملا. اعتقلت الشرطة الجزائرية اليوم بالعاصمة العشرات من البطالين في مقدمتهم المنسق الوطني للجنة البطالين السيد طاهر بالعباس، وهذا مباشرة عقب انتهائهم من الوقفة الاحتجاجية التي نظموها بالعاصمة صبيحة يوم 5 جويلية بمناسبة الاحتفال بخمسينية الاستقلال، وهذا للتنديد بأوضاعهم المزرية. وقد تجنبت الشرطة الجزائرية اعتقال هؤلاء أثناء وقفتهم بسبب الحضور المكثف للصحفيين، لكنها عمدت إلى ذلك مباشرة بعد محاولة العشرات منهم العودة إلى المدن التي قدموا منها. ونذكر في الأخير بمرور 39 يوما على اعتقال عضو المجلس الوطني لحركة رشاد السيد عبد الله بن نعوم الذي يدخل إضرابه عن الطعام في سجن غليزان يومه 31. انتهت نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله وحفظه.